اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي رحمة محمد صلى الله عليه وآله. يا أبا القاسم يا رسول الله يا إمام رحمة يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجات يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين عليه السلام يا علي بن أبي طالب يا حجة الله يا لا خلق يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها يا فاطمة الزهراء يا بنت محمد يا قرة عين الرسول يا سيدتنا ومولاتنا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا يا أبا محمد يا حسن ابن علي أيها المجتبى يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها يا أبا عبد الله حسين ابن علي أيها الشهيد يا ابن رسول الله يا حجة الله يا لا خلق يا أبا عبد الله يا حسين ابن علي أيها الشهيد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلق يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها يا أبا الحسن يا علي بن الحسين يا زين العابدين يا ابن رسول
رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها إن الله اشفع لنا إن الله يا يا أبا جعفر يا محمد ابن علي أيها الباقر يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها يا أبا عبد الله يا جعفر ابن محمد أيها الصادق يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجه يا أبا الحسن يا موسى ابن جعفر أيها الكاظم يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها يا أبا الحسن يا علي بن موسى أيها الرضا يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها يا أبا جعفر يا محمد ابن علي أيها التقي الجواد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا علي بن
محمد أيها الهادي النقي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوصلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا محمد يا حسن ابن علي أيها الزكي العسكري يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوصلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وسي الحسن والخلافة الحجة أيها القائم المنتظر المهدي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوصلنا بك إلى الله وقدمناك بين يديها جاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله اللهم زقنا زيارة قبر الحسين في الدنيا والشفاعة في الآخرة اللهم زقنا توفيق زيارة قبر الحسين في الدنيا والشفاعة في الآخرة اللهم اجعلني عندك وجيا بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة اللهم لعن أول الظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابه لو على ذلك اللهم لعن العصابة التي جحدت الحسين عليه السلام شايات وبايات وتعبات على قتله اللهم لعنهم جميعا اللهم قص عن تعول الظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم الثاني والثالث والرابع اللهم لعن يزيد خامس ولعن عباد الله ابن زياد وابن مرجانة وعمر ابن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة اللهم لعن الجبت والتاغوت اللهم لعن الجبت والتاغوت اللهم لعن على صوت اللهم لعن بني أمية قاتبة ألا لعنة الله على القوم الظالمين إلى يوم القيامة اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله عبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر لحد من لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين
الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليك شريكة الحسين، السلام عليك عالمة الغير مفهمة، السلام عليك زينب بنت أمير المؤمنين، السلام عليك سكينة بنت الحسين، السلام عليك يا مولانا أبو الفضل العباس يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليكم جميعا شهداء كربلاء وأسيران كربلاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولانا يا غريب الغرباء، السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء، السلام عليك يا شمس الشموس أيها المدفون بأرض طوس، السلطان العرب والعجم الراضي بالقدر والقضاء مغيث الشية والظفار في يوم الجزاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولانا يا صاحب العصر والزمان، علمان علمان علمان. السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك كعبة الإيمان، السلام عليك حجة الإسلام، السلام عليك يا مظهر الإيمان، السلام عليك يا إمام زماننا هذا، عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وزهورك. السلام عليك ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم.